وفي جنوب افريقيا، ويستطيع مستر ديدات ان يصوبني ان كنت مخطئا، وكان هذا عام 78 على ما اعتقد. نشرت ترجمة معينة للقرآن وثار حولها جدل، واظن انه قد حدثت مطالبات بسحبها من الاسواق. وهكذا واجه علماء القرآن نفس المشكلة في تحويل احدى اللغات الى لغة اخرى، تماما كما حدث في المسيحية. فالأمر ليس سهلا. في بعض اللغات لا توجد حتى مفردات تترجم ما تحاول التعبير عنه، ولذلك فإن من الصعب جدا جدا في بعض الأحيان أن تجد الكلمة الدقيقة التي تناسب تماما ما كتب بالعبرية القديمة أو اليونانية القديمة. لقد حاول الأخ سواغرت أن يفهمنا أن الترجمات والنسخ شيء واحد وأنهما نفس الشيء. نحن المسلمين لدينا عدد من ترجمات القرآن، وحتى في الترجمة إلى الإنجليزية التي نهض بها أناس كثيرون مثل يوسف علي ومحمد باكتول وبادي وغيرهم، فلدينا ترجمات إلى الإنجليزية قام بها أناس مختلفون. والترجمات المختلفة تعني اختلافا في اختيار الكلمات، اختيار وانتقاء الكلمات حين نترجم عبارة من العربية إلى الإنجليزية. الاختلاف إذن في اختيار الكلمات، أما النسخ فأمرها مختلف تماما. انظروا هنا، أنا أمسك بيدي هذا الإنجيل الذي لا يعترف به الأخ سواغرت، وكثيرون جدا من البروتستانت لا يعترفون بأنه كلمة الله. هذه هي نسخة الكنيسة الكاثوليكية من الإنجيل، نسخة إنجيل دوي أورينز. يحتوي هذا الإنجيل على 73 سفرا، إنه موسوعة مكونة من 73 سفرا، ويزيد بسبعة أسفار عن الإنجيل الذي يقسم عليه الأخ سواغرت، أعني نسخة الملك جيمس. هذه هي نسخة الملك جيمس التي يقسم بها الأخ سواغر في مجلته الإيفانجليست عدد ديسمبر 1985. يسأل أحدهم الأخ سواغر عن الإنجيل، هل هو كلمة الله؟ وبين قوسين يقول أنا أعني نسخة الملك جيمس. في مجلتك الإيفانجليست عدد ديسمبر 1985 بخصوص نسخة الملك جيمس، لقد استبعدت نسخة الملك جيمس تلك الأسفار السبعة الزائدة، استبعدتها ورفضتها. خلاصة القول ان هذه الاسفار السبعة الزائدة لا يقبلها البروتستانت على انها كلمة الله. انتم تستعملون مصطلحات فنية مثل أباكريفا، وهي كلمة لا تعرف الجماهير المسيحية معناها. ما معنى أباكريفا؟ معناها مشكوك في امره، ضعيف، ليس اهلا ان يوضع في كتاب الله. ولهذا السبب استبعدها البروتستانت واعتبروها تلفيقا. هذه الكتب السبعة استبعدت من هنا، لذلك فهذه النسخة لا يقبلها المسيحيون البروتستانت على انها كلمة الله. هل انا محق؟ هذه النسخة ليست كلمة الله، اذا نطرحها جانبا. لا يوجد اي كتاب على وجه الارض تعرضت نصوصه للنقد والتمحيص مثلما تعرض هذا الكتاب، وانني اشعر بالضآلة حين اقف هنا محاولا التحدث عن الانجيل في الوقت الذي اعلم ان عددا من اعظم علماء العالم قد فحصوا فحصا نقديا كل نص من نصوصه مرات ومرات ومرات، باذلين اغلى ثمن واقصى جهد واقصى وقت ليتحققوا انه هو كما قيل عنه. لقد قرأت الانجيل مرات ومرات ومرات كثيرة، ومثل قرأه الكثيرون مرات ومرات ومرات، ممن يتفوقون علي في التعليم مهما بلغت من قدر، وممن يفهمون اللغتين العبرية واليونانية. ان 32 من ارفع علماء المسيحية قدرا، يساندهم 50 من الطوائف الدينية، قد حذفوا هذه العبارة. هل يصردون؟ هل هددكم المسلمون اذا لم تحذفوا هذه الكلمة من الانجيل فلن يزودوكم بالبترول؟ هل هددوكم؟
هل هددكم العرب بقطع البترول إذا لم تحذفوا هذه الكلمة من الإنجيل؟ لماذا حذفتموها إذن؟ لأنها كلمة دخيلة، لأنها ليست كلمة من الله. الإنجيل الذي تحمله في هذا التحريف، ولقد قلت هذا الصباح، قلت تكفي كلمة واحدة. إذا احتوى النص على كلمة محرفة وفي غير موضعها فالواجب يقضي بإهمال الكتاب كله، كل الكتاب. لكن الأمر هنا لا يتعلق بكلمة واحدة، بل بعدد هائل من الكلمات حسب ما يقول به مراجعوكم. وهو الأخ سواغات يخبرني في أحد كتبه أنه إذا أردت أن تعرف أي شيء على حقيقته يجب أن تقصد الخبراء. ثم يضرب لذلك مثلا، وهو أنك إذا أردت معرفة شيء عن الجيولوجيا عليك أن تقصد الجيولوجي، وإذا أردت أن تتعلم الإنجيل أين تذهب؟ هل تذهب إلى الحلاق؟ إلى صانع الأحذية؟ بالطبع لا، عليك أن تذهب إلى خبراء الإنجيل أو علماء الإنجيل، وها هم يقولون لك إن هذا محض تحريف. نأتي إلى التثليث، الأب والابن والروح القدس. وهنا نجد أن الأخ سواغارت يقتبس حرفيا من رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس العدد 7، حيث يقول: لأن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. إذا أعطاني وقتا الآن فسوف أريك في أي كتاب وأفتحه على النص. هذا النص ليس في إنجيلي أنا، فهل تقول إن هذا ليس كلمة الله؟ سوف تقول إن النص ليس في إنجيلي. ولماذا؟ هو غير موجود، لأن علماءك، لأن 32 من أبرز علماء الإنجيل وأرفعهم شأنا، يساندهم 50 من الطوائف الدينية، يقولون هذا تلفيق آخر، هذا تحريف آخر، ولذلك حذفوه وأسقطوه دون طقوس أو مراسم. يوجد ما يقرب من 24,000 مخطوط يدوي قديم من كلمة الرب من العهد الجديد وحده في الواقع، وهذه ترجع إلى 350 عاما بعد الميلاد. والنسخة الأصلية أو الممهورة أو المخطوط الأول لكلمة الرب لا وجود لها، وكما ذكرت فإن الأصل الأول طبع على رقائق جلدية أو صحائف فخارية منذ حوالي 3500 عام، لكنه اندثر من كثرة الاستخدام، ولأنه سجل على خامات لا تقاوم الزمن لمثل هذه المدة الطويلة على الأقل. ولكن مهما يكن الأمر، فقد أنتجت 24,000 نسخة، والمبادئ العلمية تخبرنا أنه فيما يختص بكتب العهود القديمة، إذا توفر لدينا 10 نسخ منها فإننا لا نحتاج بالضرورة إلى الأصل لنضمن تحققنا من النسخة الأصلية. وعندما نفكر أن لدينا 24,000 نسخة وأن بعض الاختلافات موجودة فيما بين هذه النسخ، وهذا ما نعترف به، فالمهم أن جوهر النص لم يتغير. الأولى. وفيما يتعلق بالتباهي ب 24,000 مخطوط، أنت تعرف أخي سواغ أن ليس بينها اثنتان متماثلتان؟ وعلماؤك يقولون بأنه بين 24,000 التي تتباهى بها لا توجد اثنتان متشابهتان. إذا فكيف لك أن تحكم أن هذه من عند الله وأن الأخرى ليست من عند الله من بين 24,000 نسخة؟ وعلى صدر الكتاب عندما تفتحه في الإنجيل والتوراة التي تتحدث عنها تجد متى يبدأ في نسختك، نسخة الملك جيمس، يبدأ بعبارة: الإنجيل وفقا للقديس متى، الإنجيل وفقا للقديس ماركوس، الإنجيل وفقا للقديس لوقا، الإنجيل وفقا للقديس يوحنا. وأنا أتساءل ماذا تعني وفقا لي وفقا لي وفقا لي؟ ما حقيقة هذه العبارة؟ لدي كتب الأخ سواغارت، وفي كتب يقول اللواط أسبابه وعلاجه تأليف جيمس سواغارت، أو فقط لجيمس سواغارت.